المهم بالنسبه لهذا الوقف الاحتجاجي اللي داروا الطلبه على قبل التاجيل ديال الامتحان، هي كنشوفهم واحد الجانب هي ايجابيه بالنسبه للطلبه اللي يمكن نقولوش حنا معطلين في البريباراسيون ديالهم، ولكن الطلبه اللي كانوا مثلا اللي مريض ولا اللي عنده شي حاجه كتبان لي شي حاجه ايجابيه. ولكن اللي كنشوف انا اكثر هو انه كاينين دي ستوديون كي بريباري ومجدين وجايين واقفين معاهم، يعني ما عرفتش انا كيعطيهم وجه في الفيسبوك بانهم غايجيو يوقفوا معاهم، الوجه الاخر وانهم كيحفظوا في بلاصه ما يجي يوقف معاه في شي وقفه احتجاجيه، علاش ما يجروش يحفظ هو وياه بكري؟ هذه وحده. ثاني حاجه كنبغي نقول بانه الاداره وهذا الشيء كامل كاين شي حاجه سميتها ممثل الطلبه اللي خصو يوقف لهم على هذا الشيء ديالهم، عادي يعني من الواجب ديالي يوقف معاهم ماشي يكون ضدهم، وكنتمنى يكون هادشي قانوني باش ما ياثرش على القرايه ديالهم، وفي نفس الوقت عاوتاني ما ياثرش على السير العام ديال الاداره. هادشي اللي كاين الا كيف قلت لك الا اجلوه غيتاجل مثلا بسيمانه بجوج سيمانات شنو غيفرق اكثر؟ يعني هذيك جوج سيمانات كان بامكانك تاخذها قبل وتبريباري فيها عادي، ولكن الا تاجل بسيمانه واش غتحفظ؟ واش غتفاليد؟ هذا هو السؤال المطروح. المشكل اللي كاين والمشكل اللي مطروح ان شاء الله هذه السيمانه هذه، الدراري باغيين ليكزامان يتاجل. علاش بغاو ليكزام يتاجل؟ الدراري لقاو مشكل في البريباراسيون، الوغ الوقت ديال البريباراسيون ما كاينش بزاف، وحطوا لهم واحد الدليل اللي قريب، ولكن الاداره ديال الكليه علمتهم قبل تحطوا لي زيكزامان، تحط لا دات ديال لي زيكزامان نهار بدا التقياد، حطوا لهم لو 17/12. والدريه ما عجبهمش الحال، ودابا كاين واحد الدري ممثل الطلبه هو اللي دابا كيسعى باش ياجل الامتحانات. الدراري يبغاو ياجلوا الامتحانات باش فهمتي باش يعاونوا راسهم باش يبريباريو اكثر 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 اكثر، فهمتي؟ باش النقاط ديال الامتحانات يكونوا مزيانين. لا ماشي ما كاينش الوقت ديال البريباراسيون، على حساب كل واحد والبروغرام اللي حاط، كاين اللي كيحط البروغرام ديالو مقاد كيخدم فيه مزيان، وكاين اللي كيبقى يتعطل راك عارف حنا المغاربه عزلنا الخدمه حتى السيمانه الاخرى، فهمتيني؟ ولكن لادمينستراسيون لقات مشكل داك العام اللي عزلوا لي زيكزام، حيت ماشي اول عام غادي تعزلوا، داك العام فاش تروبورطاو لي زيكزام لقاو مشكل في الاخر ديال العام، الوغ باش يحطوا النتائج ديال الدراري بقاو معطلين، والناس لقاو مشكل في الدبلومات ديالهم ما خرجوش لهم بكري وما دفعوش للمدرسات العليا ديالهم اللي بغاو يكملوا فيها القرايه، بحال الدراري اللي بغاو يدفعوا للماستر والدكتوراه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.